السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دايما كنت بسال نفسي، هو ايه سر الكره والكراهيه والحقد لدى محمد عبد الله لاعب الاسماعيلي السابق والاهلي السابق والزمالك مؤخرا؟ يعني كنت مستغرب جدا، الاهلي ما عملش حاجه وحشه في محمد عبد الله. يعني محمد عبد الله جه قعد في النادي الاهلي سنه او سنتين، ما كلناش عليه فلوسه، قضى سنتين بعمره كله في النادي الاهلي، كسب بطولات ما كانش يحلم انه يعدي بس في جنب الكاس كده، لا ده كسب الكاس وراح لعب كاس عالم وما الى ذلك. عرفت من يومين ان محمد عبد الله اصلا شغال مدرب عام في قطاع الناشئين في نادي الزمالك، فعرفت وقتها وتاكدت ان محمد عبد الله بيعمل ده كله مش كراهيه في النادي الاهلي بقدر ما هو ارضاء لرئيسه او مرؤوسيه في العمل. يعني عارف انت، هو كده عايز تشتغل عندنا لازم تكره الاهلي، عايز تبقى ليك مكان لازم تبين انك بتكره، حتى لو ما قلناش ليك لازم تبين كده. ما هو انت مش هتيجي تقبض عندنا اولوفات وفي الاخر تبقى اهلاوي، لا، حتى لو انت اهلاوي من جوه لازم كده تبين لنا حته كده امار، فتطلع بقى في القنوات وتلف هنا وتدور هنا وتقعد هنا وتشتم هنا وتهاجم هنا، واطلع بقى اتكلم على جو المؤامرات وقد ايه وكاله الاهرام هي السبب وقد ايه الاسماعيلي هو السبب، وروج بقى للكلام بتاع خالد الغندور اللي بيضحك بيه على جماهير نادي الزمالك. فخلي بالك، اغلب اللي بيهاجموا النادي الاهلي او بيكرهوا النادي الاهلي بيبقى الكره ده مش كره دفين في القلوب، لا هو كره مرحلي. يعني محمد عبد الله لو اتطرد من نادي الزمالك بكره هيرجع يتكلم انسان طبيعي عادي خالص مفيش اي مشاكل. لكن خلي بالكوا بس عشان لما يرجع يقول لكم انا اسف وحقكوا عليا ودمعتين ينزلوا من هنا وثلاث دموع ينزلوا من هنا، ابقوا عارفين ان الشخص ده شخص استغلالي، شخص ما بيحبش النادي الاهلي ولا هو محايد ولا الكلام الاهبل ده، ده شخص كاره للنادي الاهلي. استاذ وليد العطار طلع امبارح فاجئنا كلنا، انا افتجئت الصراحه، يعني ان يا جماعه النادي الزمالك فيه ثلاث خطابات من الفيفا تفيد بايقاف القيد لنادي الزمالك، ولازم الزمالك يوفر مبلغ مالي يصل لمليون و800 الف دولار. انا بس عايز اقول للاستاذ وليد العطار، هو انت ممكن تخش تشيك على الايميل بتاع اتحاد الكوره؟ ممكن ولا مش ممكن؟ طب ممكن تطلع تحلف؟ ها، ممكن تطلع تحلف وتقسم بالله ان الزمالك جاي له ثلاث ايقافات بس؟ ممكن ولا مش ممكن؟ لان بصراحه مش مصدقك. وانا اول درس كان لنا في الفلسفه في اولى ثانوي ولسه فاكره وبعمل بيه لحد دلوقتي، من الحكمه الا نطمئن لمن خدعونا ولو مره واحده. وانت بسم الله ما شاء الله ما خدعتناش مره واحده، ده اتنين وتلاته، اهمها كان خطاب نهائي دوري ابطال افريقيا. فانا بصراحه لو انت طلعت قلت ايه مش هصدقك. عايزني اصدقك؟ احلف اقسم بالله ان الزمالك ما جالوش غير ثلاث ايقافات بس. خطاب ابو طيب فين؟ خطاب جيمي باتشيكو فين؟ وليه انتوا كاتحاد كوره بتاخروا الخطابات عندكم في الدرج؟ حاجه غريبه جدا. يعني عارف انت في كده مرحله من البيروقراطيه ان لازم مدام سعاد في الدور العاشر تمضي على الجواب او تمضي على القرار، فيفضل القرار يلف من مدام سعاد لمدام الهام لمدام عبير لمدام ام سحر، تلف اللفه بتاعتها لحد ما يوصل لك القرار وتاخده. هو كده نفس الحكايه، خطابات ايقاف القيد في اتحاد الكوره لازم تعدي على الدرج، اي حاجه تخص الزمالك لازم تعدي على الدرج، تقعد بقى شهر، تقعد اتنين، تقعد عشرة، مش مشكله، المهم احنا عارفين هنستخدم الجواب ده امتى، هنطلعه امتى، بيطلع امتى؟ لما بيجي لك الامر، الامر لصاحب الامر. الخطابات طول ما مرتضى منصور رئيس لنادي الزمالك الخطابات متدكنه في الدرج،
مشي مرتضى منصور، الامر جه لاتحاد الكوره طلع الجوابات كل يوم جواب عشان تبقى خربت ملطه على دماغ صحابها الزملكاويه. بس الموضوع سهل وبسيط. عايز اقول للولد فاروق اللي لحد دلوقتي انا ما اعرفش ايه امكانياته او ايه القدرات التي تؤهله الى انه يكون مقدم برامج او يكون اذاعي او 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 او. قال لك الاهلي برئاسه محمود الخطيب كلف حسام غالي ان هو يمثل النادي الاهلي في قرعه كاس العالم للانديه عشان يحتوي غضب حسام غالي بسبب ان حسام غالي كان غضبان لضم امام عاشور. اتحدى ان الشخص الحاقد ده هو والدلاديل اللي معاه في البرنامج بتاعه انه يكون عنده معلومة صح بالذات عن النادي الاهلي. يا جماعة تخيل معايا كده برنامج معمول خصيصا لهدم النادي الاهلي، برنامج 99% من اخباره عن النادي الاهلي مفبركة مش غلط. في فرق بين الغلط والمفبركة. غلط وارد جدا اطلع اقول لك والله الاهلي يفاوض اللاعب سين، بقولها بمعلومة مصدر المعلومة اخطأ، الخطأ وارد، خطأ غير متعمد، لكن اني اقعد واجيب بنات افكاري تقعد معايا على نفس الترابيزة ونقعد بقى نفكر ونفبرك ونحط قصص وروايات ونحبكها ونطلع نترشها على الشاشة، دي اسمها قلة ادب. دي اسمها قلة ادب. وليك حق بالمناسبة، ليه حق؟ ليه حق؟ لان مفيش عقاب، مفيش مراقبة. ما هو لو في رقيب وفي مجلس اعلى للاعلام بيرصد المخالفات المهنية دي، يا جماعة في حاجة اسمها اكواد اعلامية، في حاجة اسمها ميثاق شرف اعلامي. مساك الشرف الاعلامي ده ما بيتطبقش على القنوات اللي ضد النادي الاهلي. القنوات اللي ضد النادي الاهلي وبرامج تحت بير السلم دي قنوات بعيدة كل البعد عن الشرف، بعيدة كل البعد عن الشرف الاعلامي وميثاق الشرف الاعلامي. فالمجلس الاعلى للاعلام لا يطبق اكواده على القنوات الكارهة للنادي الاهلي. بيطبقها امتى؟ لما واحد زي تامر امين يطلع يهاجم رمضان صبحي. تعال تهلاوي خدوه على السجن، خدوه حاسبوه. انت بتكره الاهلي؟ لا خد بلاي اون، جو اعمل اللي انت عايزه، برافو عليك، كمل. عشان كده اللي زي رؤى واللي زي اسلام الكاذب واللي زي فطوطه الدلدول بيثيروا الفتنه ويفبركوا براحتهم. ليه؟ لانه واثق كل الثقه انه معاه الضوء الاخضر، انه معاه كارت بلانش، اعمل اللي انت عايزه، ولا حد هيقول لك حاجه، ولا حد هيقول لك انت بتعمل ايه. قلت لكم قبل كده ان لولا وجود السيد تركي آل الشيخ في الرياضه المصريه في فتره من الفترات لكان الزمالك انهار مبكرا. يعني اللي انت شايفه دلوقتي كان زمان الزمالك غرقان في الديون دي من 3 سنين 4 سنين. وقلنا يا جماعه دورنا كسوشيال ميديا اهلاوي ان احنا نمنع الغلطه اللي حصلت قبل كده. ايه الغلطه اللي حصلت؟ الغلطه اللي حصلت ان احنا بلعنا الطعم بتاع الزملكاويه اللي خلونا نخش في صدام مباشر وخناقة مباشرة مع السيد تركي آل الشيخ ونشتمه ونهاجمه. فالراجل رد فعل لازم يروح يعاند معاك عشان يشجع، يدي النادي المنافس فلوس عشان يعاند معاك، ما انت بتشتمه. ونجحوا في المرحلة الأولى، لكن لما تعلمنا الدرس اتعهدنا ان الراجل ده بعد ما طلع من الرياضة المصرية بمحض إرادته ما نحاولش نعمل نفس الغلطة تاني معاه. لكن هناك عدد كبير من سوشيال ميديا الزمالك وللأسف الشديد بينضم ليهم بعض الأبيضة ممن يدعون ان هم اهلاوية. هم مش اهلاوية، هو بيدعي انه اهلاوي عشان يكسب، بس يكسب ريتش، يكسب مشاهدات، يكسب.
من ضمن الشخصيات القذره دي واحد اسمه شريف بلوبيف. شريف بلوبيف ده كان في بدايه ظهور السيد تركي آل الشيخ، كان بيشتمه شتايم يعني يندى لها الجبين. بعدها بفتره اتقلب 180 درجه على الكابتن محمود الخطيب، وقعد يقول لك رجع الساعات يا خطيب، رجع الساعات يا حرامي، انتوا شويه عصابه، انتوا. النهارده بلوبيف بيلعب نفس اللعبه الوسخه، انا اسف في اللفظ، نفس اللعبه. ايه اللعبه؟ طالع يشتم في تركي الشيخ بالموارب، طبعا ما يقدرش يطلع يقول تركي الشيخ كذا كذا، لا بالموارب، بألفاظ تتقال على الراجل. قال لك تركي الشيخ بيخطط لضم كولر ب$600,000 في الشهر. يعني كام في السنة يا ابني؟ 6,000,000 في السنة. طب ليه هو قال كده؟ قال كده لسببين. السبب الأول ان وكيل كولر دينو لامبارتي لما طلع مع شوبير قال لك احنا جالنا عرض $5,000,000 ورفضنا، فلو طلع قال لك $5,000,000 يبقى هبد، لا خليها $6,000,000، يبقى الراجل زود $1,000,000 كمان. السبب الثاني وده الاهم، انه بينكش تركي الشيخ وعايز يرجع موضوع المشاكل والازمات اللي ما بين الاهلي وما بين تركي الشيخ، فيرجع تركي الشيخ تاني يدعم نادي الزمالك، وده مخطط حقير انك تعمل وقيعه ما بين جمهور النادي الاهلي وما بين شخصيه ليها قيمتها وقدرها في بلدها، المستشار تركي الشيخ وزير هيئه الترفيه في المملكه العربيه السعوديه. دورنا احنا كاهلاويه ان احنا نميز الطيب من الفاسد والصالح من الطالح. دورنا احنا كأهلاوية ان احنا ما ننجرفش ورا اي حد يطلع يقول لك انا اهلاوي، انا اهلاوي، بس تعالى نشتم في تركي الشيخ. ليه تشتم في تركي الشيخ؟ عمل لك ايه تركي الشيخ؟ خلاص الراجل مرحلة وانتهت. ليه دايما عايزين نقلب فيها ونحاول نرجع الراجل تاني للكرة المصرية؟ خلي بالك في ناس هتستفيد جدا لو رجع تركي الشيخ تاني مصر، والله في ناس هتستفيد جدا اقصى ما تتوقع، لكن الراجل مركز في هيئة الترفيه، خلاص ملناش دعوة بقى، هو في حاله واحنا في حالنا، ويا نحلة لا تقرصيني ولا عايز عسل منك، خلاص. لكن بعض المرتشين زي بلوبيف، زي بلوبيف لازم ينفخ في النار ويشعل النار بين الاهلي والسيد تركي آل الشيخ. كابتن فاروق جعفر اهلاوي. من اضاف لاسم الزمالك ومن كان سببا في يوم من الايام الى ان الزمالك ينتشر ويبقى ليه جماهيريه وشعبيه، لولا فاروق جعفر، لولا حماده امام، لولا العظيم حسن شحاته، لولا رموز نادي الزمالك، لكان الزمالك نادي شعبي زيه زي غزل المحله، والله زمان يا غزل المحله. كان زمانه زي المحله، زي المنصوره، زي بلديه المحله، زي الاتحاد السكندري، مفيش شعبيه جارفه. اخرك المحافظه اللي انت قاعد فيها. تخيل الزملكاويه بيتهموا فاروق جعفر انه اهلاوي. وميزو خرابات طلع لمح انه اهلاوي، ليه يا جماعه؟ ليه فاروق جعفر اهلاوي؟ عشان فاروق جعفر طلع قال بصراحه، وهم ما بيحبوش الصراحه. الصراحه راحه يا سيدي وانت ما بتعرفش. ما بتعرفش تعمل حاجه بنفسك. الراجل قال الاهلي الفريق الوحيد في مصر اللي بيشرف مصر وبيعلي من اسم مصر خارجيا. ايه الغلط هنا؟ استخرج من الجملة خطأ إملائيا أو نحويا أو واقعيا، مفيش خطأ، مفيش خطأ. محمد شبانة الإعلامي المحترم اتكلم عن
تزوير وضرب الاستفتاءات الخاصة برابطة الأندية المحترفة. قال لك استفتاءات رابطة الأندية مضروبة، وبقول لهم لو نتائج الاستفتاءات مش عجباكوا ما تعملوهاش. صحيح، لأن كذا استفتاء بيبقى فيه لعيبة متقدمة يدخل لاعب الزمالك ويكسب لاعب الزمالك على حساب اللاعب اللي كسب بالأصوات ونتيجة الاستفتاء. خلصت أخبارنا؟ ما خلصتش حبيتنا. استنى كل أراءكم وتعليقاتكم. شكرا لكم.